وعليكم السلام. سائل كريم يسأل: إذا نسي الإنسان يصلي على النبي أم يذكر الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول: المسألة فيها حديث وآية، واذكر ربك إذا نسيت، آية محكمة، والحديث إذا نسيت فاذكر حبيبك هو حديث باطل لا يصح. إذا تعارضت آية محكمة مع حديث ضعيف، ماذا نقدم؟ نقدم الآية المحكمة. إذا عند النسيان تذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا، وليست الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.